مهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن إعداد مصر لاستراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 بمشاركة الاتحاد الأوروبي هي خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل. وقد جاءت كلمة الوزير خلال مؤتمر بعنوان المضي قدما في الاستراتيجية المتكاملة للطاقة الوطنية المستدامة حتى عام 2035 بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد رينولد بريندر القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في مصر وبمشاركة العديد من الخبراء في مجال الطاقة. استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة تقوم بها مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والهدف منها إصلاح أوضاع قطاع الطاقة بمصر والتغلب على التحديات التي تواجهه. النهاردة احنا بنتكلم في حدود 90-91% اعتماد انتاج الكهرباء على المنتجات الأحفورية، وهي بالأخص الغاز والمازوت والسولار اللي هي المنتجات البترولية. ازاي ننتقل بحيث يبقى عندنا تنمية مستدامة لإنتاج الطاقة، من ناحية إن احنا ما يبقاش الاعتماد بهذا القدر الكبير على المنتجات البترولية، وده بيتم من خلال بتشوف ايه خطط وزارة البترول في عمليات الإنتاج والتنمية في حقول الغاز والزيت، وإنتاجنا شكله ايه من هنا لغاية سنة 35، وكذلك معدل الاستهلاك بالنسبة للسوق المحلي والصناعة والتجارة وخلافه، وكذلك طبعا بالنسبة للكهرباء، ووضع استراتيجية مكملة في نفس الوقت للكهرباء للاعتماد على طاقة جديدة ومتجددة. مشروع بادي بقاله فترة من الزمن، بيشارك فيه الاتحاد الأوروبي، بيشارك فيه مكاتب استشارية أجنبية، وبيشارك فيها أيضا مجموعة من البترول ومجموعة من وزارة الكهرباء، وبتخضع إلى نوع من الدراسات المستفيضة علشان توصل إلى أحسن صورة بالنسبة للكهرباء اللي ما يسمى بالإنرجي ميكس اللي هي مزيج الطاقة. فالأمر ده ماشي بقاله فترة، والحملة اتدرس حوالي 8 سيناريوهات مختلفة، وإحنا اخترنا أفضل سيناريو زي ما قلنا في المؤتمر، انه في القريب العاجل يعني خلال اسابيع قليله ده هيعرض على المجلس الاعلى للطاقه عشان يعتمد هذا الامر. تحديات الطاقه في مصر كبيره، ومع ذلك فهي قابله للحل، حيث ان مصر تمتلك كل مقومات تحقيق النجاح في مجال الطاقه. استراتيجيه الطاقه الجديده في مصر لعام 2035 تستهدف وضوح رؤيه متوسطه وطويله المدى للطاقه في مصر، وتضع في حساباتها قضيه كثافه الطاقه واهداف الوصول لمزيج لطاقه افضل توازنا، ما يعد من الامور المهمه بالنسبه للمستثمرين. فمصر ترغب في ان تكون مركزا اقليميا للطاقه، وسوف نساعدها على ذلك. مؤتمر استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 جاء بهدف عرض نماذج عديدة لدعم وإصلاح الطاقة في مصر. أحمد أبو علم للتلفزيون المصري.